هكذا هي الحياة، لا البدايات التي نتوقعها ولا النهايات التي نريدها. الحمد لله اللي طهانا ربي هذيك اليوم. هذوك بناتي وكبدتي وما نبغيش عليه. كي نديرو على ولادنا نضحيو، على ولادنا نضحيو. ما عنديش اسم تحب تسميني كيما حبيتي تصايف هذيك ما. في الدنيا عندي غير ربي سبحانه، عندي غير ربي سبحانه. اللي عنده يمد الخوه. بين لحظة يأس وفرج يسكن الأمل. أكشن. رمضان كريم، كل عام وانتوما بألف خير إن شاء الله يا رب نصموه بالصحة والهنا. إيه مشاهدين، الدنيا هادي طيحة ونوضة، لازم علينا نعيشوها بحلوها ومرها، ومهما كانت الظروف لازم نبقى صامدين. كيف لا وربي عز وجل قال في كتابه العزيز ولا تقنطوا من رحمة الله، وقال أيضا إن بعد العسر يسر. في برنامجنا لهذا الموسم إن شاء الله الخاص بشهر رمضان رحين تشوفوا دروس كثيرة وعبر، نماذج لنساء ورجال كافحوا ونجحوا ووصلوا، وخلونا دايما نقولوا الحمد لله يا ربي على كل النعم اللي نعمت علينا بها. وبكل حب وخير وأمل نقول لكم أن حكاياتنا وقصصنا النهار اليوم رايحة تبدأ الآن. بدايتنا اليوم رايحة تكون من تلمسان، وبالضبط من مغنية. إذا صح رمضانكم، كل عام وانتم بخير. مرحبا بكم عندنا في الهلال الأحمر الجزائري مكسب مغنية. إن شاء الله رمضان التحضيرات اليوم مش عندنا طابع عن برنامج سي نور الدين. بالنسبة للبرنامج تاع اليوم، الوجبان تاع اليوم عندنا حريرة وعندنا زيتون جزر ودجاج، بالإضافة إلى الفواكه ولا المشروبات، أو يكون عندنا فاكهة من الفواكه البرتقال اليوم. يلا حنا نروح نشوفوا الفحلات واش داروا. حنايا متطوعات في سبيل الله، رانا نطيبوا للناس اللي ما عندهمش مأوى. لا بصح الحمد لله بروحك كي ديري حاجة تاع خير تفرحي، والله العظيم غير تفرحي من لوفون تاعك. إذا مشاهدينا الوجبات حضرناهم دوكا شرجيناهم في السيارات، وبالتوفيق يلا نحكموا طريق إن شاء الله، ربي يقدرنا ويوفقنا. دعواتكم. ومن هنا انطلقنا في شوارع مغنية، وكلنا عزيمة على تقديم المساعدة بحب كبير، حتى وصلنا لعند من؟ عند عزيز. تبعوا معانا قصته. كاميري على روحو كملها. هاني رب جايبين فيا. بلا وليد لا وليدة أرحمهم، رب جايبين فيا. بلا وليد لا وليدة أرحمهم. عندي مرتي راه فرنسا، عندي غير ربيت، عندي غير ربيت. هذا الخيرية. ما عندكش كسوة الحاج؟ والله أختي ما عندي. ما تقوليش غدوة دروك. حالا نجيبوا له كسوة. أختي بالله العظيم. ما ناكلش والله ما راني كالي. لا لا سيني لي ريان، اقسم بالله العظيم والرسول الكريم وبيعي على ربكم ما تكذبان. نجيبوا لك درك القش. واميتي درك انا نجيب لك. ومدام انا نجيب لك القش. واني هنا دوكا واحد فيكم يركب طوموبيل يروح يجيب القش. عيشوا درك يروح اللوطو جيبوا له القش. أو يقول لكم أني بردان. أقسم بالله العظيم لا ماجي بردان أختي. هاك حبس تكسة. واه
يكسوك برك. واني خالي بصح اني جبت لك ماكله سخونه كلها تدفى شويه. لا نقول ماكله لا لا تعيش في وجيني بعدهم يجيبوا لك الكسوه. هذا كان اطار، هذا كان اطار. ما تبكيش دمعتك غاليه والله غاني حاسه بيك. ما تقولي لي راني حاسه بيك. والله راني حاسه بيك. عندي مرتي مشات لفرنسا. ولادك ما عندي. ما عندكش دراهم. شحال عندك انت برا هكذا؟ عامين فايته. فايته شحال؟ 10؟ قولي. نقول 10. قولي 10. هنا في هذه البلاصه ما تعرفش. هنا. شتاء صيف. واه. كيف هتجيب الشتاء كله؟ جيبوا جميع. واخترا بعد مكاران. كاران؟ ستو خمسين هم لبان نفس سندويش. وفيس اليوم هو البرد بزاف. ما علينا والو ربي كاين. سبحان ربي كاين. سبحان مالك بلا عطينا عزيز دوك نجيب لك الكسوه. في انا في وجهي انا وراسك العزيز. انا وراسك العزيز. مالك والو كاميرا على راسك. عزيز دوك نجيب لك حريره سخونه خير من الكاران. خير من الكاران. واه صدري مضروب. غادي ناكل على وجهك. تاكل على وجهي؟ واه. يا الله يخليك ويفتح عليك ان شاء الله بسم الله. خلاص خير من الكاران. لا صاوي حسنا هكا بصحتك. نزيد لك شويه زيتون. خصني الحلال. اربح نقول لك حاجه. لا لا نقول لك عزيز نقصر لك حبه جين. ناكلوها انا وياك. انا مازال ما فطرتش. لما انا مازال ما قصرتش السن. انا استنى نقصر لك حبه جين. هيا اذا مشاهدينا نولي لك بلاك ترى ترقد. صحيت خويا العزيز. ايما عندكم واحد الحكايات. احنا راسنا احنا شوفوا قلبنا كي مازالو ينبض هكذا بالحياه الحمد لله بقدره ربي وبدعواتكم طبعا. لانه شوفوا لو كان تخرجوا معنا وتسمعوا حكايات هكذا اون ديريكت والله ما تقدروا ترقدوا. مازال جولتنا متواصله ومازال في حكايات وحكايات وحكايات. خليها على ربي. وإلى حين يوفر لنا فريق الهلال الأحمر الجزائري الألبسة لعزيز تابعنا رحلتنا في شوارع مغنية باش نقدم المساعدات للأشخاص بدون مأوى. وبعد فترة قصيرة رجعنا عند عزيز وكلنا فرح لأنه رح نلبيه طلباته ونرسم البسمة على وجهه. عزيز قلت لي ما نرقدش ورقدت. عزيز جبت لك الكسوة. والله أنا جبت لك. شوف شوف واش جبنا لك اليوم. شوف قش زين 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 عزيز. شوف بسم الله هاك مليح حق ده عزيز. كنت جا قبل يا ربي ربي سبحان قبل يا ربي عز وجل. صبات سانتياغو. في التفاتة صغيرة منا حاولنا نفرحوا عزيز رغم قصته الحزينة. ما خليناهش وما فارقناهش إلا بعد ابتسامة جميلة على محياه. كما سترتيني الله يسترك. الله يخليها صغيرة وين راها؟ هاك شاشية جديدة. وراك مستورة. هاكا صغيرة هاكا أمريكا أنتية. والله ما نويت بلي توليو توليتو من وافقناه الله وبأي آلاء ربكما تكذبان. هم يضحكوا يبكي ياكي
كل نبكي فادي نبكي. حنا حبيناك كيف رحت بالعطش. نبغيكم 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 وجبوا دورا قولوا لي سفي بدر. ثاني نحترموك خويا عزيز ولا غنحترموك ونقدروك. حنا رانا في كتافه رانا عائلتك وانا صغيره. شوفوا حنا هذا هو الهدف هذه البسمه هادية اللي كانت دمعه وحزن عبنا رسمناها والحمد لله قلنا والله ما نشبع منكم. ايوي سي با فاسيل يا ربي ادعوا له ليه وادعوا لكل واحد مغبون ادعوا انه ربي يرفع الكرب والهم والغم ان شاء الله يا رب. قال لك il faut jamais oublier les pauvres malheureux sachant que حنا كاع دي pauvres malheureux ورانا كاع جايزين في هذه الحياه وهذه كاع امتحان كان من امتحان وكان من شي صرا لنا ابتلاءات من عند ربي سبحانه يربح فيها غير الصابر واللي عاود يولي ربي سبحانه لازم دائما دائما يولي ربي سبحانه لانه ربي عمره ما يخلينا. طبعا ان شاء الله ربي قدرنا على فعل الخير مره اخرى. شكرا لهلال الاحمر الجزائري تحيه كبيره رجال الشرطه هنا في مغنيه لم يقوموا بعمل جبار تحيه كبيره لهم. إذن مشاهدينا في إطار فقرتنا الخاصة بدعم النساء الماكثات في البين وتشجيعهم طبعا رانا في ولاية تسمسيل. حكايتنا النهار اليوم هي حكاية أم مطلقة بنتها جامعية ماستر 2 حقوق اطلقت بعد ما اكتشفت أنه زوجها تزوج عليها المرأة الرابعة. اليوم تبيع الكسرة تبيع الخبز في المحلات 3000 للكسرة 10 كسرات تبيعهم في النهار فقط باش تلم الدراهم وتبعتهم لبنتها الجامعية. حكايتها تقطع القلب ولكن من خلالها نتعلموا معنا المثابرة والنضال من أجل لقمة العيش بالحلال. يلا تابعونا. السلام عليكم واش راكي بخير لاباس؟ الله يسلمك تعيشي وين نروحوا دخلوا منا. اذا مشاهدينا كما شفتوا معنا طبعا رانا في منزل يامنا. يامنا بالكسره قريتيها؟ قريتها بعت كسره درت حاجه خدمت عند مع سعيد الحمد لله وما درت شي حاجه اللي تغضب ربي خدمت على بنتي وكافحت. يعني فرحانة؟ الحمد لله فرحانة مش غير فرحانة يعني
بينت لهم بلي الام واش دير، تقري وتتعب تزوفري. الحمد لله تعبت على بنتي وما خليتهاش محتاجه. ما تمنيتها تخرج تقرا وتخرج لي محاميه ولا جوجه ويعاونوها، يعاونوها تصيب خدمه برك ان شاء الله. هذا ما كان رايحه وتبوس فيا تقول لي يما سامحيني عيتك معايا. قلت لها بنتي انتي تشوفي ليا وانا نشوف ليك، انتي ليا وانا ليك. ما خلوش الناس يضحكوا علينا، لازم نوقفوا على رجلينا، لازم نوقفوا على رجلينا. كي تشوفي نجاحات نسيت عبك. هذيك هي والله كي شغل كليت وشربت. شفتي نقلعها على روحي ونكسيها، ونقلعها على روحي ونوكلها. هذه الام. ونرفد الكريدي. هاني نبدا الكريدي عند حانوت هنايا الحق يعطيني. ولبنتك واش تقولي لها لو كان تشوفك؟ بنتك هاي الكاميرا واش تقولي لبنتك؟ بنتي بنتي قرايبك. نتمنى تخرجي لي حاجة. نح علي على روحك الغبينة، ما تنحيش عليا، أنا حنا عليك انتي، لازم توقفي مع على رجليك، ما تأسيش، لازم ترفعي راسك يا بنتي، ما ديريش حتى الواحد حساب، ديري غير لأمك، أمك هي اللي كافحت عليك، أمك هي اللي رجعتك كبرى ورجعتك تقراي. مشاهدينا نتلاقاو في الكوزينه ونشوفوا هذيك الكسره تاع يامنا كيفاه دايره. الله الله. اذا مشاهدينا هذا الفاصل، بعدها نلتقي في المطبخ. وجبت لك كادو يا منى. هذا خلاط، هذا عجان، دونك هذا بيتخان. من اليوم ان شاء الله ما زيديش تعاجني بيدك. شوفي سميد فارينه خميره حطيه وخليه يعجن لك. هذا تاع 5 كيلو. ربي يحفظكم. الله يخليك. دونك نشكروا بزاف شركه تومسون اللي في كل مره نفرحوا بها هكذا الناس. اذا مشاهدينا شوفوا الخير كيجي يجي على خطر ان شاء الله. بما انه هدينا لها هذاك البيتخان من عند شركه تومسون، وبما انه المراه هذه عندها كريدي، دونك احنا ان شاء الله برنامج خليها على ربي، نروحوا نخلصوا لك هذاك الكريدي. هكذا نكونوا نقصنا عليك شويه، هكذا نكونوا نقصنا. هيا دينا الحانوت نروحوا نخلصوا لك، احنا برنامج خليها على ربي نخلصوا لك هذاك الكريدي. يلا بسم الله. السلام عليكم. السلام. واش راك يا خونا؟ لاباس الجلالي ما فين نجيو نشرو عليه. دونك الحمد لله هي عندها كريدي عندك. ايه دونك جينا نخلصوه واش قدرنا اليوم ان شاء الله. هكذا يلا بسم الله. دونك فوالا هاوليك هذا واش تسالها نورمالمون. هكذا خلاص خلص سلكنا الدين تاعها. بارك الله فيك خويا، شكرا ربي يخليك. يلا بسم الله وفيك بركه.